بسم الله الرحمن الرحيم، أعضاء مدونة مكتك العرب، أهلا بيكو. الشرح ده بإذن الله هخليك إزاي تحول 1 دولار ل5 دولار أو 10 دولار وأكتر. فعلا في كلام من الكلام اللي أنا بقوله ده بيحصل فعلا، أنا عملت كده. طب أنت عملت كده إزاي؟ عملت كده هوريكو بالفيديو. هو إن شاء الله دلوقتي أنا هشرح فيديو مش هنشره غير لما أعززه بفيديو تاني نتيجة. طيب تعالوا دلوقتي نتفق كده مع بعض. الساعة دلوقتي 9:32 دقيقة مساء يوم 1/3، مدة الشغل اللي احنا هنشتغله يوم واحد، يبقى بكرة الساعة 9 مساء يعني يوم 2/3 نشوف النتيجة في الفيديو رقم 2. تعالوا يا شباب نتعرف ازاي هنعمل الموضوع ده. مبدئيا انا تخصصي شبكات وانترنت، مايكروتك وايرلس والحاجات دي كلها، برمجة راوترات. الحمد لله شرحت كل اللي في الـ شرحت كل المواضيع دي. كان ناقص ان انا اخلي الراوتر نفسه يربحني كمان، يعني بعد ما قدرت اعلمك ازاي تبرمج الراوتر وتشتغل منه انترنت وتعمل منه شبكة، عايز النت اللي جواه كمان يكسبك. عندي هنا انشأت قسم اسمه ارباح وعمل. لو انا ضغطت عليه كده تعالوا نصطاد موضوع موضوع، همسكه اضاعف لكم الربح اللي فيه باذن الله علشان نبقى شغالين مع بعض. نبدأ شباب بسم الله. هنا في اقوى فكرة الربح من الادسنس يوميا ما لا يقل عن 15 دولار الى 80 دولار لكل المبتدئين والمحترفين. هو في كده بجد؟ في كده بجد، وانا اقدر اوريك ان في كده بجد. طيب تحب تشوف اثبات اول؟ نشوف اثبات اول. هنفتح كده نشوف بس اثبات اول، انت فعلا ممكن تخليني في اليوم اجيب 15 دولار وممكن اجيب 80 دولار؟ طبعا فعلا. انا هفتح حاجة من اللي انا بشتغل عليها جوه البيت اهو، انا بشرح تجربتي مش بشرح شغل حد. تمام، هفتح بس الفي بي اس ده وانا موريكو ازاي بتجيب في بي اس. على ما يفتح الفي بي اس، بصوا شباب ازاي بتجيب في بي اس. تعال اخش على قسم عندي هنا اسمه في بي ان فري، في بي ان فري اهو، افتحه كده في لسان جديد. وبصوا شباب هو تاني درس ازاي بجيب في بي اس رخيص اهو، ارخص في بي اس في امريكا. طبعا زي ما قلت لكم كل الشرح اللي هيتبنى او اللي انا هعمله كله موجود جوه المدونه، مش هجيب حاجه من بره، لكن هفتح لك افكار تقدر تساعدك كويس جدا في الشغل وتشتغل منها. طيب انت بتقول لي ان في درس عندك بيقول ان انا ممكن اجيب 15 دولار في اليوم و80، ممكن اجيب كمان 80 دولار في اليوم. وريني يا سيدي. حاضر، انا فتحت لك جهاز كمبيوتر عندي بره اهو، افتح لك حساب من حسابات ادسنس ونشوف هل الحساب ده بيقدر يوصل فعلا ل15 في اليوم. وعايزك تلاحظ كويس جدا علشان بعد ما هتشتغل وتبقى عارف كل حاجة، ان شهر واحد واتنين في ادسنس سيء جدا. طب انت ازاي عملت كده في شهر واحد واتنين؟ يبقى انت هتقدر في بقية الشهور تعمل ايه؟ هتعمل احسن من كده بكتير. انا هفتح كده الجوجل ادسنس ده ونشوف هل فعلا انت زي ما قلت هتقدر من 15 ل 80. هوريك حالا، انتظر كده لما يفتح، انا اوريك الاول نتيجة وبعد كده نشتغل مع بعض. بصوا شباب امبارح كان كام؟ وكمان كان بيقول لي ده انت كنت ناقص عن اليوم ده كمان 4 دولار، يبقى انت جبت في يوم 19 دولار. النهارده كام؟ توداي سو فار، الوقت لحد دلوقتي 14 دولار. يبقى انا زي ما انا وعدتك وقلت لك انك تقدر تجيب في اليوم من 15 ل 80 دولار هيحصل. طب بس انت بتقول 80 دولار، يبقى انت كده بتقفشخ علينا او انت بتشتغلنا ولا ايه؟ بس كده. حاضر اوريك يا سيدي انا ازاي حققت في يوم تقريبا وصلت لحاجه و70 دولار. الكومن ريبورت this month، لا last month، احنا يناير فبراير، يبقى last month فبراير. ورينا كده انت في فبراير وصلت كام. بصوا شباب انا عايزك تركز قوي على الرقم اللي انت شايفه ده، ده يوم واحد مظبوط، ده في يوم واحد. الله، انت عملت كده ازاي؟ يعني جبت 70 دولار في يوم واحد ازاي؟ ما هو ده اللي انا عايز اقول لك عليه. يبقى هل انا ضحكت عليك في ان انا اقول لك ان انت هتجيب في يوم 15 دولار ل اهو 15 دولار المتوسط او لحد 80؟ لا، يبقى انا كده ما ضحكتش عليك، ده اول اثبات ان انا ما ضحكتش عليك. طب بس انت كده دلوقتي هتعلمني ازاي اجيبهم بسرعه؟ بصوا شباب خلينا متفقين ان المجاني بياخد وقت جامد قوي، وخلونا متفقين ان انا ما قعدتش اعمل الدرس ده غير بعد مرمطه وبعد شغل سنين، مش شغل ساعه ولا اتنين ولا يوم ولا درس شفته على اليوتيوب زي ما انت شايف درسي وعايز تخش تجيب الفلوس دي. تمام، خلونا متفقين على الموضوع ده، يعني حطها في دماغك
قاعدة كده أساسية، أنا داخل الراجل ده هيفتح لي وأنا هبدأ أشتغل بدماغي، مظبوط؟ بس هفتح لك كويس جدا، هفتح لك بتجربة سنين شغل، مظبوط؟ طيب يبقى أنت فعلا وريتني إن أنا أقدر أكسب من 15 ل 80. في هنا عندي حاجة تانية اسمها طريقة للربح من أدسنس مجانا بكل سهولة سواء تمتلك موقع أو لا واستلام أرباحك. إزاي ده؟ يعني أنا أدسنس اللي أنت بتقول لي عليه ده أنا ممكن أكسب زي ما أنت كسبان كده في اللوحة بتاعتك. لو أنا ما يعني ما يبقاش عندي حساب أدسنس، إيه اللي هيحصل؟ أنا زي ما أنا كتبت لك أنا مسؤول إن يطلع لك، لكن برضو مسؤول قدامي طريقتين، الطريقة المجاني وقدامي الطريقة اللي ببلاش اللي بفلوس. تعالوا شباب خلونا كده من البداية ما تصعبهاش علينا، فهمنا بس حاجة حاجة. حاضر، الدرس ده أنا شرحته بالفيديو، يبقى شرح الدرس ده بالفيديو. الدرس ده أنا عملته ومشترك فيه، عندي اللي هي هنا الجيت URL. الراجل ده قال لك تعالى خد قناة مجاني واشتغل. يعني ايه قناة مجاني؟ برضو معلش فهمني. انا هقول لك يا سيدي، انت ما عندكش حساب ادسنس زي اللوحة اللي انا وريتها لك اللي فيها 15 دولار يوميا، صح؟ صح فعلا زي ما انت بتقول. طيب ما انا هروح اعمل حساب ادسنس؟ لا، انا هقول لك على حاجة، انت مصري او فلسطيني او سوري، غير مقبول في ادسنس. يعني ايه يا عم غير مقبول في ادسنس؟ ده انا ليا اصحاب كتير عندهم ادسنس. حلو جدا، هتلاقي ادسنس مستضاف. الله، انت عمال بتكلكعها ليه؟ يعني ايه مستضاف؟ مستضاف يعني ما يشتغلش غير على البلوجر او اليوتيوب. يعني ايه البلوجر؟ يعني مدونه بلوج سبوت دوت كوم، ما تبقاش حاجه دوت كوم على طول. يا نهار ابيض، صح. يعني الراجل اللي هو عنده بلوجر ما يقدرش ياخد شفره اعلان ويشغلها على دوت كوم؟ فعلا. طب الراجل اللي عنده يوتيوب ما يعرفش ياخد الاعلانات اللي على اليوتيوب يعني يشغلها على موقع تاني دوت كوم؟ فعلا ما يقدرش يشغل. يعني انت قصدك لو انا ما عنديش حساب اروح اخد قناة من موقع زي ده؟ انا ما بصوا خلونا كده نكون مع بعض. مواقع اختصار الروابط ما بتكملش شهور، كملت سنة جميل، سنة ونص تحفة، سنتين ايدك في اللبن، تمام؟ اشتغلت شهر ووقفت، معلش. يعني احنا برضو بنتكلم في نقط مهمة جدا. طبعا الناس اللي ليها لوحة ادسنس دي هيبقى لها شغل تاني خالص، هوريله شغل تاني خالص يقدر يجيبه ارباح كويسة جدا، تمام؟ طيب يبقى انت قصدك ان يعني الموقع ده بيملك حساب ادسنس كبير وهيديلي منه زي تشانل او قناة اقدر اشتغل بيها واخد منها ربح. يعني هو الحساب مش بتاعي بس انا ليا جزء فيه، يعني حتة ارض هاخدها ازرع فيها ولما يطلع المحصول باخد منها 70%. هو بيقول لك هنا المكسب بتاعك 70%، صح كده؟ يبقى انت كده وصلتك فكرتي، هيديك حتة ارض تستصلحها تزرعها بمجهودك، هتزرعها بقى ببلاش، هتزرعها بفلوس، الفلوس الحاجة اللي هتطلع منها دي لصالحك بنسبة 70%، والموقع ياخد نسبة 30% انه اجر لك حتة الارض دي. خلاص كده شباب متفقين من الموضوع ده؟ طيب يا عم شادي، بس هو فكرته ايه؟ فكرته يا سيدي ان عندك درس مهم او شرح مهم، الناس بتدور عليه، اعلان نتيجة، فيلم جديد، اي حاجات من دي الناس بتدور عليها، الناس بتجري هتضغط عليها وتخش. انت كده كده هتفيد الشخص، انا ما بقولكش انت بتضحك عليه، انت هتفيد الشخص وفعلا هيخش يجيب الرابط ويشتغل، بس برضو خليك انت برضو تستفاد. يعني خليه يدخل يشوف الرابط المختصر بتاعك، هيضغط لك على اعلان او هيدخل ما يضغطش على اعلان، المهم ان في النهاية انت هتستفاد وهو هيوصل للي هو كان عايزه، مظبوط؟ طيب يبقى الموقع ده اسمه اختصار روابط. انا باجي اجيب، تعالوا كده بصوا نشوف كده ايه. تعالوا يا شباب نشوف، مثلا عندي على صفحة مايكروتك العرب، بصوا يا شباب عملت النهاردة تيست كده بسيط علشان اشرحه للشباب، فكتبت موقع برامج رهيب، تحميل مباشر سريع جدا. موقع برامج، انت في ناس كتير جدا عايزه موقع البرامج ده فبتضغط. انا مش بضحك عليك، ده انا بفيدك بس عايز استفاد برضو، فظهر لك اعلان. ممكن انت كشخص جديد هتضغط على الاعلان ما انتش عارف، لكن انت بتنزل لتحت اهي والموقع البرامج، وبعدين بتضغط هنا، جميل.
ممكن برضه ما خدتش بالك ورحت ضاغط على الاعلان، انت كده قفلتني مرتين. بس انت برضه بتنزل تحت وتروح داخل كده اهو على الموقع get your link. انا فعلا بوصلك لايه، للموقع ده. برضه موقع هشرح لكم ازاي بنزوده. بقول له انا لست برنامج روبوت، ايه يعني، بيعدي على مرحلة ولا اتنين اعلانات بس في الاخر بيوصل للموقع اللي هو عايزه. انا افدت واستفدت. انا في الاعلانات المنبثقة اهو يا شباب، طلع له فعلا موقع الايه البرامج اهو زي ما انا وعدته. الراجل استفاد بس انا استفدت برضو زي ما انا دخلته. ايه اللي حصل؟ مصلحة مشتركة، ما حصلش اي حاجة. فبصيت هنا رد واحد عربي قال لك ما بلاش شغل الشحاتة ده، انت راجل محترم وفكك من شغل اختصار الروابط. طب انت تعرف ان انا بعمل الدرس ده علشان يجي اللحظة دي واشرح حاجة زي كده غيرك او اخواتك او انت نفسك تستفاد؟ ما كانلوش لازمة التعليق ده، ما كانلوش اي لازمة التعليق ده. وحضرتك انا ما قلتلكش ادفع جنيه من جيبك، مظبوط؟ ده انا جبت لك حاجة لحد عندك مجاني وقلت استفاد منها. بس انا بصراحة كانت نيتي في الموضوع ده ان انا ابين قدام الناس حاجة زي كده. عايز ابين حاجة زي كده ليه؟ طب انت عايز تبين حاجة زي كده ليه؟ عشان اقول لك ان في 3019 شخص تم الوصول اليهم ونقروا لي على الضغطة دي. فتخيل انت ممكن تجيب لك في اليوم كام، يعني دولار، 2، 3، 4، 5، 3000 دولار، 2000 دولار، 100 دولار، 50 دولار. بس للأسف احنا كعرب ال 3000 شخص دول لو كلهم ضغطوا لي مش هنجيب اكتر من 1 ل 2 دولار، ده بوست واحد. طب لو احنا بنعمل اكتر من بوست، بيتهيألي كده الفكرة ابتدت ايه تشتغل في دماغك. يبقى تعالوا كده تاني نقول اني بختصر الموضوع المهم على موقع اختصار روابط، باخده انشره لاصدقائي، اصدقائي بيدخلوا بينقروا ليا، انا بستفاد وهم بيستفادوا بالموقع المهم او بالخبر المهم. كده الموضوع منهي. طيب انت بقى بتكلمنا في الموضوع ده النهاردة، بتكلمنا في الموضوع ده النهاردة، انت ممكن تزوده لي ازاي؟ يعني انا خلاص يا سيدي اختصرت الرابط وعملت اللي انت بتقول عليه ده، انت هتزوده لي ازاي؟ هزوده لك النهاردة بممول فيسبوك. يبقى انا مش جاي ازودك بالمجاني، انا حطيت لك مجاني كتير، لكن لازم تبقى عارف. ما هو هقول لكم يا شباب، في واحد معايا 20 30 دولار عايز يستثمرهم، ما هو احسبها بالعقل، معايا 20 دولار هروح اسيحهم هيخلصوا. طب ايه اللي هيحصل لو استثمرتهم وبقى 40 دولار؟ فاهم؟ ال 20 اشتري بيهم حاجة واجيبهم 40، ايه اللي هيحصل؟ هتبقى انت ضعفت راس المال. هي دي اللي اسمها ادارة راس المال، مش افرح باي مكسب اخده اصرفه. انا دلوقتي جالي 10 دولار، طب ما تصبر عليهم وضعفهم، خليهم 40 دولار، 50 دولار. انت ليه باصص؟ يعني انت بدأت تمسك طرف الخيط، بدأت تنجح وتمسك طرف الخيط، رايح تصرف ال10 دولار ليه وخلاص ما عادش هيجي حاجة تاني ليه؟ طب ما اصبر ونزودهم سوا. طب انت هتزودهم لي ازاي؟ ماشي يا عم، جبت ال10 دولار اهو وشفت الموقع اللي انت وريتهولي اهو وفهمت حوار ادسنس اهو، انت هتزودهولي ازاي؟ هزودهولك بأمن طريقة، بأمن طريقة مستحيل تشوف حاجة أمنة بعدها. أمنة على حساب ادسنس، بتجيب زوار حقيقيين، بتدخل ناس يضغطوا فعلا، بتزود لك ترتيب أليكسا فعلا، كل حاجة فعلية مش حاجة وهمية كده زيارات زي الهتلاب والكلام ده كله. طب ازاي؟ وريني. أصلك سمعت عن ممول فيسبوك؟ انت بتقول ايه يعني ايه ممول فيسبوك؟ هقول لك، انا وانا بفتح الفيسبوك بتصفح كده فجأة لقيت في الجنب حاجة اسمها اعلان ممول. بصوا، لقيت في الجنب اعلان ممول ولقيته بيقول لي دي شركة فوركس تعالى اشترك، ولقيت الراجل الاهطل ده واقف بيقول لي تعالى تريدنج عشان تشتغل. هو عايزني ان انا ايه اشتغل على موقعه ده، اعلان ممول بفلوس اهو، حتى كاتب لك اعلان ممول. طيب وانا بلف كده هيظهر لي اعلان ممول هنا، تلاقي جورنان، تلاقي موقع كاتب لك خبر بزراميت في اي حاجة تخش جري علشان تضغط. طب تعالوا والله، تعالوا كده نشوف، تعالوا نشوف حاجة زي الفكرة اللي بقول لكم عليها دي. دي لا، ده اصدقاء مشاركينها. وانا بقلب كده هيجي لي حاجة اسمها إعلان ممول.
وانت حتى على الموبايل هتلاقي اعلان ممول دي كتير بتجيلك، يجيب لك موقع او يجيب لك اي حاجة، يجيب لك اي حاجة ويكتب لك جنبها ايه اعلان ممول. انا للاسف عشان بوستات الناس كتير هنضيع وقت كبير. طيب هو عامة زي ما بقول لك بيجي لك اعلان ممول، فانت بتضغط او شوفوا اعلان في الجنب اهو، يعني اعلان اهو في الجنب بدأ يظهر لي تاني، هي دي شباب الاعلان الممول. طب يا عم شادي هو ممكن يفيدني في ايه؟ اقول لك انا بقى يفيدك في ايه. تعالوا بصوا شباب، مبدئيا تعالوا كده نجهز العدة، عايز خبر مهم او رابط جذاب للناس، رابط جذاب قوي للناس. انا دايما بتابع المواقع الفاني او مواقع الايه الحاجات الغريبة، دور على فيديو غريب، دور على فيديو جان، دور على فيديو ضحك، دور على فيديو حيوانات. فانا هنا في عندي احد المواقع كده بدور عليها، انت مش لازم تلتزم بحاجة. الاونلاين شباب بتاعه هو اللي بالاحمر ده 287 فرد، 287 فرد اونلاين. طيب لو انا ضغطت عليه كده، اضغط كده علشان اعرف الناس دي ملمومة على ايه، ده بيوزع لحمة يعني ولا ايه. تعالوا كده على الريدرز، انا بحاول ايه، هحط لكم برضو مواقع من زي دي كده تقدر تستشف منها الايه. هاجي هنا اضغط على الاشخاص، واكتر موضوع الناس ملموم عليه مثلث برمودا واكتشاف يهز العالم اسفله فماذا وجدوا، رجل في سن 40 عاما يتزوج من طفلة 8 سنوات ويتسبب في موتها ليلا. تعالوا كده حاجة زي دي كده اللي هي الرجل وموتها ليلا واكتشاف يهز ومش عارف ايه، خبر زي ده كده. الراجل ده بيكسب من ايه او الموقع ده كسب من ايه؟ بصوا واخدين بالكم حاطط اعلان ايه، اعلانات ادسنس، ولما يبقى الكم ده موجود بصوا اعلان ادسنس حاطه بفين، هو ذكي جدا في التوزيع، خدتوا بالكم؟ انتشر خبر على مواقع التواصل بزوج رجل يمني يبلغ من العمر 40 سنة من طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات وتسبب هذا الزواج في موت الطفلة ليلة الزفاف كذا كذا كذا، وراح حاطط لهم فيديو، بس هو سايب اعلانات كتير يقدر الناس هتضغط له عليها بالهبل. فتخيلوا لما يبقى كل الاونلاين ده، لما يبقى كل الاونلاين ده على الموضوع ده هنعمل احنا ايه؟ شغل انت مخك كده، انت ما عندكش موقع مظبوط؟ صح، ما عندكش موقع. طيب هتروح عامل ايه؟ ممكن تاخد الموضوع ده وتحطه على مدونة عندك، تاخد الموضوع وتحطه على مدونة عندك، او تاخده كده من بابه، ويبقى انت ايه هتستفاد من اختصار الروابط. لو انت ما معكش ادسنس، لو انت معاك ادسنس خد الموضوع زي ما هو معمول كده واعمله في مدونة. ازاي؟ اروح على مدونة اظبط لها قالب وبتاع، واروح اخد الموضوع كده كوبي باست حطه، وحاطط الاعلانات بتاعتي زي ما الراجل حاطط الاعلانات بتاعته، اتنين في الاول وواحد في الاخر، اخلي الناس ايه تنقر عليه، واروح اخد الرابط عامل له ممول فيسبوك. تعالوا نشوف. طيب لو انا ما عنديش مدونة، لو انت ما عندكش مدونة يا سيدي خد الرابط وهنروح نختصره في الجيت يو ار ال ونديه للناس، ويبقى هم ضغطولي على ايه، على الاختصار. طيب ورينا كده لو انا عندي مدونة ممكن نعمل ايه. حاضر تعال نشوف لو انت عندك مدونة. فانا مجهز هنا مدونة، مش هندخل كتير في موضوع ازاي بتعمل مدونة. فانا هنا عندي مدوناتي، عندي مدونة كده عينها بشتغل بيها الايه الشغل ده اللي بيزود الدخل. وهنجيب هنا انستراكشن، وهجيب الصفحات، وهنشئ صفحة، هعمل صفحة جديدة، وهاخد العنوان بتاعهم اللي عجبني ده اهو احطه، تمام، وهاخد الخبر نفسه، بس عايزين الصورة دي، ممكن انسخ مكان الصورة او احفظ الصورة اصلا، هحفظ الصورة كده احطها على الديسك توب، احطها كده شباب على الديسك توب، ونشتغل ايه سوا. انا حابب جدا ان الكورس ده يساعد الناس. هاجي هنا اضيف صورة من هنا كده بالمجاني، هو شغال بلوجر مجاني، ما اشتريتش لا دومين ولا اشتريت اي 60 نيلة، تمام. وهاجي على الديسك توب، ونجيب صورة الراجل والبنت اللي احنا عملناها،
تمام، هرفعها كده اهي. هنتظر لما تترفع، هروح ضاغط عليها كده اضافة الصورة المحددة. بصوا يا شباب اعملها كبير جدا، تمام، واخد بقى الايه، او هعملها كبير عشان القالب يبقى ايه في المظبوط، واروح اخد اللي هم كاتبينه ده انتشر كذا 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 كذا، اخده كده كنترول في، تمام، وحتى لفظة الجريمة اهي كنترول في، واروح اخد كمان الفيديو عجبني اهو، هاخد الفيديو كده، انا عندي هنا سطر كده بحط فيه الفيديو، هبقى احطه لكم برضو عشان يبقى كورس كامل، يبقى في ايدك كورس كامل. وانا اسف لو الفيديو هيبقى طويل شوية، لكن انا عايزه يبقى واضح برضو مع الناس. بصوا يا شباب، ناخد كده الايه رابط الفيديو، انا باخد بس الايه الرابط ده اللي انا عايزه، ده الامباير بتاعه، اخده كده كوبي، واروح رايح هنا حطه في ايه، او انا هنسق كده اول الموضوع، ان اكبر بحرف البي، اوسط الكلام، اجي على ال HTML احط الفيديو كنترول في، جميل، اصبح كده موضوع عندي، هحط ده في وصف البحث، حفظ نشر يا شباب. تعالوا كده نبص عرض، بصوا كده اصبح الموضوع خاص بي انا، رجل في سن 40 عام يتزوج من طفلة 8 سنوات ويتسبب في موتها ليلة الزفاف. انا بس ايه الفيديو هصغر الحجم بتاعه لانه كده كبير قوي، احنا قايلين له يبقى كام، نخليها 300، جميل، تحديث، اه عشان الفيديو بس طالع بره الايه الاطار بتاعي، لان انا عامل حاجة اسمها قالب متجاوب هسيبه لكم تشتغلوا عليه. بصوا شباب اهو، جميل قوي، يعني انت قصدك ان انا بقى اخد الرابط ده واختصره. طب لو انا عندي حساب ادسنس، لو انا عندي حساب ادسنس وعايز احطه، تنصحني اعمل ايه؟ هقول لك اهو، بصوا شباب، ادي حساب ادسنس ما بيجيبش يوميا غير حاجات ضعيفه جدا، وكويس انه عمل كده علشان لما اوريكم النتيجه نشوف هنعمل ايه، وما جبتش غير في اليوم 163 مشاهده، تمام، وال 163 مشاهدة كل 1000 عليه 1 دولار، ده حساب ادسنس مثلا، ده حساب امريكي وهوريكم ازاي بتجيبوا حساب امريكي، جميل. هروح على ماي ادس وهكريت نيو يونت، هعمل وحدة 300 مثلا، 336 في 200 اهي، وهسميها خمسة خمسات مثلا، يعني كتيست بس هوريها لكم، وهروح نازل كده، هروح نازل يا شباب، انزل كده، عايز انا الكود اهو، سيف اند جيت كود، هسيف واخد كود الاعلان اهو، تمام، بعلم على العلامة التاني كده، الناس اللي عندها حسابات ادسنس امريكي مثلا، انا كده يبقى انا جمعت لك اختصار الرابط مع حساب الادسنس، فناخد الكود كده كلوز، تمام، وهاجي هنا شباب، هاجي كده احطه بس في ملف تكست عشان ايه اهو، انا مسموح لي احط 3 اعلانات ادسنس، مظبوط، وده الموضوع بتاعي، فهنيجي كده على تحرير، وهاجي هنا كده قبل الصورة على طول هحط الكود، وبعدين في نص الموضوع احط الكود، وبعدين بعد الفيديو احط الكود، واروح قايل له تحديث.
تعالوا كده نشوف شكل الموضوع بقى ايه. انا هستفاد من كذا حاجة دلوقتي. الناس اللي بتملك حساب ادسنس اهو، رجل في ايه سن ال40. الكود بياخد طبعا نص ساعة على ما يظهر، يبقى دول ايه او 10 دقايق، دول التلات اعلانات اللي هيظهروا. طيب يا عم شادي، احنا بقى عايزين اللي انت بتقول عليه الممول. تعالى كده هناخد الرابط بتاعنا ده اهو. اول حاجة هنعملها هنحط في اختصار رابط علشان يبقى انا كسبت من موقع اختصار الروابط وكسبت من حساب الادسنس اللي جوه كمان. لو انت ما عندكش حساب ادسنس يبقى هتكسب من اختصار الرابط، ولو انت عندك حساب ادسنس يبقى كسبت من الاتنين. او ممكن لو عندك حساب ادسنس ممكن تستغني عن اختصار الرابط وتاخد الموضوع على طول كوبي انسخ وتروح رايح ايه عامله. فانا هاجي هنا كده وهاجي على هوم. تعالوا كده على هوم، ده في احد مواقع ايه اختصار الروابط، تمام. وهروح هنا حاطط اللينك، الزق لزق اللينك اهو. هنا التايل اللي هو العنوان، هروح اي الراجل في سن ال40 يتسبب في موتها ليلة الزفاف، اسف اهو، احط العنوان لصق، الصورة نسخ مكان الصورة، واروح حاططها ايه هنا اهي لصق، واروح قايل له اد كده. شباب اخد الرابط ده انسخ، هاخد الرابط كده احطه هنا عشان يبقى ايه ده الرابط اللي احنا ايه هنشتغل عليه، تمام. طيب جميل قوي. انت عايزنا نعمل ايه بقى علشان نجيب زوار كتير وكتير وكتير وناس مهمة جدا لو نقرت هجيب كويس جدا 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 واشتغل. بسيطة جدا يا شباب، تعالى اعمل صفحة على الفيسبوك. طيب علشان احنا طولنا الموضوع شوية خلوا ده في فيديو تاني، يبقى انا هعمله كورس كده 3 فيديوهات مثلا، علشان كده الفيديو طويل قوي هتعبك انا كده معايا. خلوها الفيديو الجاي هنعمل صفحة وننشئ اعلان ممول، هوريكو افضل افضل طريقة لاعلان ممول ب1 دولار. نقدر هقول لكم انا بلاش كلام يعني، خليها تنفيذ. احنا نعمل اعلان ممول ب1 دولار ونشوف النتيجة سوا. يلا نتابع الفيديو التاني هتلاقيه تحت الفيديو ده بإذن الله. شكرا ليكم والسلام عليكم.